بنشاط غير عادي وإرادة كبيرة غلبت عمره الذي تجاوز القرن، استيقظ عمي سعيد وكله عزيمة على أداء واجبه الوطني بمركز بوهلال البشير ببلدية العوانة في مشهد يعكس رسوخ الروح الوطنية بقلب هذا المجاهد. لازم يعملوا الواجب، هذه كما راهي تصير في كل البلاد. أترافير لو موند أنكور أون فوا راني نولي لغة أخرى. دونك صباح هذا الصبيحة كان فرحان، ناد صباح قال لي اليوم يحق لو فوت، قلت له نعم اليوم لو فوت اسكو وجدت روحك، قال لي مي بيان سور سي ان دوفوار ناسيونال بور تو الموند، وهذه هي نقوم بالواجب تاعي كما ككل الجزائريين. عمي سعيد وبالرغم من فقدانه نعمة البصر منذ 30 سنة إلا أنه لم يفوت هذا الحدث المهم، الأمر الذي نال إعجاب شباب المنطقة. راه يعطي درس للشباب هذا الجيل الصاعد، وان شاء الله بدعاوي الخير هذو تاع هذو المسنين ان شاء الله، ويكونوا قدوه للشباب وثاني الشباب هذا يقتديوا بهم من اجل غد افضل للجزائر ان شاء الله. حاجه مليحه، وهذا راه يقدم لنا درس، راه يقدم لنا درس في الوطنيه، ونشكروها يعني جزيل. جي كومبليمون لوا ناسيونال الجيريا avec beaucoup de joie. J'ai essayé de marquer mon point. هو مثال حي عن التحدي والعزيمة وحب الوطن، ودرس كبير لشباب اليوم عنوانه مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار.